بمشاركة 54 فنانا ومصورا وكاتبا شابا من داخل فلسطين المحتلة ومن الشتات، افتتحت فلسطين الشباب اليوم المحطة الأولى من معرض فلسطين الشباب الثاني أشرعة للحرية بالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الثقافية الفلسطينية وبالتعاون مع برنامج بصر الطلابي التابع لمتحف جامعة بيرزيت. الهدف الأكبر بتصور هو إعطاء فرصة للشباب إنهم يعبروا عن حالهم وبحرية، ولهالسبب إنه اسم المعرض أشرعة للحرية بيعني قدرة الشباب إنه يكونوا عندهم مساحة كافية إنه يعبروا عن حالهم بكل الوسائل الممكنة بكل الحرية الممكنة. احنا حابين نوصل رسالة اول اشي مهمة اللي هي بتتعلق بالعمل الطلابي وبالعمل التطوعي، خصوصا انه الطاقم او المشروع اللي كتير مساهم يعني من عن طريق المتحف اللي هو مشروع اسمه مشروع بصر الطلابي، هذا المشروع بيعتمد بالكامل على الطلاب، ادارته طلابية وكمان الافرع اللي فيه اللي تحت الادارة طلاب. أشرعة للحرية معرض فني ذو وسائط متعددة يعبرون المشاركون من خلاله عن فكرة الحرية بمفهومها الواسع. قول بالنسبة لنا كفلسطينيين، لأنه إحنا ما عندنا مطار، كل ما بدنا نسافر لازم ننزل عمان ولازم كتير يأخذ منا وقت وجهد، فكانت مشاركتي بهذا العنوان. يذكر أن هذا المعرض سيستمر حتى 26 من الشهر الجاري، كما وسيتنقل في كافة الجامعات الفلسطينية. بدنا مطار لنتنقل بفلسطين بحرية، بدنا مطار بدون ما نمرق على الاستراحة الإسرائيلية والأردنية، بدنا مطار من الأفكار اللي وردت في معرض فلسطين الشباب تعبيراً عن الحرية. من جامعة بيرزيت، فرح زحالقة، تلفزيون القدس. القدس.com